تغطية موجودة تعود مرة أخرى على الطرف الأيسر، عرضية حاضرة وخطيرة وكرة والعويس، العويس يتدخل، كرة خطيرة جدا. إيرفي رينارد في مباراة اليوم أساسيا، وربما مع رينارد أكثر اللاعبين. شوف الرأسية، وشوف العويس، شوف العرضية الرائعة ثم الرأسية، وصعبة والله، صعبة والله صعبة، لكن العويس كان في الموعد. أبعد الكرات اليسرى عند فالنسيا، يحاول تغطية موجودة، ما زال يتحصل على الكرة ويتقدم ويصوب وكرة، والعويس يتدخل ينجح في إبعاد كرة دينيير فالنسيا. خطير الكرة من مسافة بعيدة، صوب كرة لكن العويس ينجح في إبعاد الكرة، لكن ضربة زاوية لمصلحة الإكوادور على يمين العويس مع تقدم من جانبي لاعبي المنتخب الإكوادوري. عرضية حاضرة وخطيرة أمام المرمى لكن ما زالت متاحة، والعويس يتدخل مرة أخرى، في كرة كانت أيضا لدينيير فالنسيا، صوب وراح للزاوية بسرعة محمد العويس. شوف صاحي، تركيز عالي في اللقطة الماضية أيضا، يبعد كرة كانت قوية والله، وكانت قريبة وقوية وصعبة. لك طرف الأيسر، عرضية حاضرة ومحاولة وكرة خطيرة والتصويب، والعويس وكرة مرة أخرى، والعويس يتدخل أيضا، مرة أخرى وينقذ مرمى المنتخب السعودي من هدف أول الإكوادور. شوف الأولى، هي الصعبة، لكن التركيز عالي. يا سلام يا سلام، العويس في الأولى ثم الثانية، يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. صعب الكرة الأولى، خصوصا أنها تغير اتجاهها، لكن العويس واضح من البداية. شوف تغير اتجاه الكرة، نعم تغير اتجاه الكرة وراحت للعويس.